بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الاعزاء، حضورنا الكريم، بسم الله دائما قبل كل انطلاق وعليه دائما نتوكل ومنه نطلب التوفيق والسداد يا رب العالمين. منذ لحظات انطلق صوت جديد من انطلاقات الخير، منذ لحظات انطلق صوت مميز من انطلاقات الخير والبركة، يوم جديد وانطلاقة جديدة من ثاني أيام هذا الموسم الجديد في انطلاقات سن الصغار، واليوم انطلاقات سن اللقاء يا ما شاء الله الحاضر مع هذه الانطلاقات الجميلة شاهين لحج الند الشبه ما شاء الله صاحب التوقيت الأفضل المملوك لسيدي سمو الشيخ حمدان محمد بن راشد المكدوم مع سالم بن سعيد، هو في عملية التضمير 6:07 ما شاء الله في هذا الانطلاق في هذا الأداء الجميل. شوطنا قبل الأخير هو الشوط 15 خصص في دفعته الثانية مع الجعدان المحليات الأصايل والأسد يا بن مردد أكشر عن نيابة في خطر بدر أو ناصر بن سالم بن عبيد بن مردد هو اللي من يقدم مياس ولا الأسد عفوا. النقلة على المركز الثاني الخطل سالم بن عبد الله بن مطلق الغفوري، ثالثا هملول حمد بن مطر محمد بن رفيع الفلاسي. المركز الرابع هناك اللي في المركز الرابع أيضا بنتعرف عليه اللي هو مياس. مياس شعار مدلل يا العويسي، شعار مدلل يا سعيد خلفان بن أحمد بن عيسى بن شقوي أيضا حاضر هنا على رابع المراكز. المركز الخامس شرق الأوسط محمد بن عيسى بن خميس البود الأخيري. سادس المراكز ما شاء الله شاهين أمسري بن سيف بن نايع أبو نواس. يلا يا أبو سيف المحبين والجماهير تطالبك الكثير والكثير. حشيم على سابع المراكز ولا ثامن المراكز مطلب سعيد عبيد الحميري. المركز التاسع هناك مخيف سعيد محمد بن أحمد وإبراهيم. وفي المركز العاشر من الجانب الثاني كفو خلف بن مطر بن علوان الاكتبي. ها هي النتيجة وها هو النداء الأول للعشرة المراكز. ذعناها عليكم كاملة مكملة بالوفا والتمام. يا سلام يا الأسد، الله يا بن مردد، ناصر بن سالم بن عبيد بن مردد من يقدم الأسد، ولكن الشرق الأوسط هنا مع بن شلبود محمد بن عيسى بن خميس شلبود الأخيري. وكفو لخلف بن مطر بن علوان أيضا يأتي ثالثا. ورابع المراكز مخيف سعيد محمد بن أحمد أبو إبراهيم. وفي المركز الرابع اللي هو حشيم مطر بن سعيد عبيد الحميري. وخامس المراكز الشامي محمد بن عبد الله بطير العامري على سادس المراكز. والمركز السابع مياس ولا شاهين مسري بن سيف بن نايع أبو نواز. وفي المركز الثامن هنا منول حمد بن مضر محمد ورفيع. وتاسعا هنا الذهب لخليفة بن محمد بن قعيد المهيري. وعاشر المراكز مغرد ما شاء الله حمد بن محمد الغويس. هكذا أيها الإخوة كانت نتيجتنا للمراكز، ذعناها عليكم كاملة مكملة بالوفا والتمام ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الأداء الجميل، على هذا الأداء المميز، على هذا الأداء المميز. نتمنى التوفيق والناموس للجميع ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الأداء. يا سلام. يعني الأمور تتفق، استعداد الكل لازم يستعد ما شاء الله. الأسد شرق الأوسط الذهب هناك مخيف وهنا هملول، يعني خمسة ولا عشرة جعدان في موقع واحد. الكيلو الأخير يا الشرق الأوسط، الكيلو الأخير محمد بن عيسى بن خميس البود الخيري. الأسد للسيد ناصر بن سالم عبيد مردد الذهب لخليفة بن محمد بن قحيد. وصل هملول لحمد بن مطر محمد بن رفيعة. المركز الخامس هناك مغرد حمد بن محمد الغويس. وصلكم
وصلكم مسر يا ساري الليل يا ساري الليل بنسري ارباع على حساب شاهين على حساب شاهين مسري بن سيف بن نايع بن واس اللي بدا يتدخل والاسامي الاسامي بدت تقترب الاسامي بدت تقترب الله يا عذاب القلب من شيء يشوفه يا عذاب العين بقول من شيء تشوفه ما شاء الله ما شاء الله معشوقات النواميس عاشقين النواميس الشرق الاوسط الشرق الاوسط محمد بن عيسى خميس البودري خيلي اول ندى لهده الهادف هداف ايها الاخوه صقر بالسلطان بن سيف العلي ما شاء الله ولكن بالدبيل حاضر هناك اللي من الجانب الثاني الله هداف هداف يا العلي هداف صقر سلطان سيف العلي مسيطر على المركز الاول ولكن هجام هجوم يا محمد يا هجام محمد بن عبد الله بن دبيله الفلاسي سلام عليكم يا الخواني سلام سلام يا الخواني سلام يسعد صباحك يا ابو محمد يسعد صباحك ما شاء الله يا ابو عبد الله على هذا الاداء المركز الثاني سلطان صقر سلطان سيف العلي المركز الثالث صقر الاوسط محمد بن عيسى بخميس شلبود المركز الرابع هنا اللي هو مغرد 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 حمد محمد القويص على رابع المراكز ها هي النتيجة ما شاء الله ما شاء الله يا هجام 6 دقائق التوقيت الزمني 16 ثانية تهانينا لمالك هجام على هذا الأداء الجميل هذا الأداء المميز محمد بن عبد الله بن دبيله الفلاسي شكرا يا أبو عبد الله على أداء هجام والناموس دائما وأبدا إن شاء الله.